وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لا سيما الجرائم التموينية، من خلال تكثيف الحملات لضبط الأسواق وحماية المستهلكين. نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وخلال 48 ساعة في ضبط 620 قضية ما بين تلاعب في أسعار سجائر وحجبها عن التداول بالأسواق والتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، بإجمالي مضبوطات أكثر من 364 ألف عبوة سجائر.